حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة، أرحب بك. قدمت جمهورية مصر العربية خطابا طبعا إلى مجلس الأمن الدولي، ردت فيه على الشكوى القطرية التي اتهمت فيها القاهرة باستغلال عضويتها في المجلس ولترأسها للجنة مكافحة الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية. في اعتقادك ما هو هدف قطر من وراء توجيه هذه المغالطات والأكاذيب؟ أولا أنا برحب بوجودي على تلفزيون البحرين وبرحب بحضرتك. ثانيا أنا عايز أقول إن شكوى قطر نفسها في مجلس الأمن هي مجرد نكاية سياسية ومكايدة من قطر لمصر، ومش هتؤخذ بعين الاعتبار. نعم. لأن الشكوى دي ليس لها محل من الإعراب قانونا، لأن من الطبيعي إن دولة قطر لا تتفهم الإجراءات اللي تتخذها مصر من دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لأن دي سياسة بتلتزم بها كل الدول أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومن بينهم مصر اللي بتترأس حاليا لجنة مكافحة الإرهاب، وهو ده اللي بيفرض على مصر في الوقت الحالي إن هي تقوم بتسليط الضوء بموضوعات مكافحة الإرهاب، سواء كانت موضوعات متعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب أو منع تمويل الإرهاب من ناحية، ومنع توفير الملاذ الآمن أو المكان الآمن، وفي نفس الوقت منع إمداد الإرهاب بالسلاح، ومنع استخدام الإرهابيين لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. نعم. لكن عايز أكد على حاجة في المداخلة، إن مصر هتفضل تعمل كده وهتستغل عضويتها، مش هتستغل، هي مصر بتقوم بعملها من خلال عضويتها مجلس الأمن. ومن هذا المنطلق أو من خلال كلامي بأؤكد مرة أخرى على ضرورة التعامل مع حالات عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك على سبيل المثال المادة الفقرة رقم 47 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لعام 2017. نعم. من المادة دي ومن الفقرة دي مصر طالبة مجلس الأمن بالتحقيق بالتحقيق مع قطر بما يتردد على تعديات نظام القدر فيما يخل إخلال السلم والأمن الدولي من خلال دعم الإرهاب. نعم دكتور رامي، مرور شهرين على يعني هذه الأزمة القطرية العربية، ولكن لماذا قامت قطر حاليا بتقديم شكوى ضد مصر في الأمم المتحدة؟ لماذا اختارت هذا التوقيت تحديدا؟ أنا هقول لحضرتك، أصل هو مجلس الأمن الشكوى اللي زي كده مجلس الأمن هيعمل فيها إيه؟ في ثلاث حاجات. نعم. في حاجة اسمها تدابير مؤقتة وتدابير غير عسكرية وتدابير عسكرية. أقل ما فيهم التدابير المؤقتة. التدابير المؤقتة دي بتوصل لإيه؟ إن كون إن مجلس الأمن يتخذ إجراءات ضد دولة بتهدد السلم والأمن الدولي، يبقى معنى كده إن مجلس الأمن هيطلع بيان بينادي فيه جميع دول العالم بقطع الصلات الاقتصادية والتجارية والسياسية مع الدولة المهددة للسلم والأمن اللي هي دولة قطر. فبالتالي مصر بتخدم على كده من خلال عضويتها ومن خلال الدول السعودية والبحرين والإمارات، الدول المتحالفة مع مصر. كون إن قطر تعمل كده أنا بقول لك حجتها ضعيفة ليه؟ لأن مفيش أسانيد قطرية للحجة اللي هي قالتها أو تشويه مصر، وده بيدل على حاجة واحدة بس، إن قطر لحد النهاردة ما توجهتش بأي قرار أو أي مطالبة من مجلس الأمن باتخاذ قرار ضد مصر، وهو ده أكبر دليل. نعم. بمعنى إن أنا دلوقتي لو عايز أشوه اللي بتقوم به مصر، يبقى أنا عندي أدلة على كده، فبالتالي هقدمها ضد مصر في مجلس الأمن، وده ما حصلش. لكن نعم. هي قطر بتعبر عن اللي هي شايفاه من مظلمة في حقها، وإن الدول العربية الأربعة بتفتري عليها أو بتظلمها وفقط. انما في مقابل ان الدول دي بتتكلم بادله وتتكلم بحجج وبراهين بتثبت ان قطر دوله بتدعم الارهاب. القاهره في رساله الشكوى يعني طالبت بمعاقبه الدوحه والتي تتشدق بدورها في مكافحه الارهاب، في اعتقادك ما هي الاليات التي يعني سوف يتبعها مجلس الامن حيال ذلك؟ ما هي يا فندم؟ معلش أعيد السؤال مرة أخرى. القاهرة طبعا طالبت في رسالة الشكوى بمعاقبة الدوحة التي تتشدق بدورها في مكافحة الإرهاب، هناك آليات في اعتقادك ما هي الآليات التي سوف يتبعها مجلس الأمن حيال ذلك؟ الآليات هيبقى طبقا لتفعيل الفقرة رقم 47 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لعام 2017، وهو ما ينص عليه اتخاذ مجلس الأمن إجراء التدابير المؤقتة ضد دولة قطر، بما انها دوله بتخالف ميثاق الامم المتحده الميثاق رقم 42، ده معناه ان دوله قطر دوله مهدده للسلم والامن الدولي، مش بس للاربع دول الدول الرباعيه، لا انما لدول العالم اجمع، لان هي بتخل بمواثيق دوليه. نعم. فبالتالي ما يترتب على اخلال مواثيق دوليه يجبر مجلس الامن على اتخاذ عقوبات ضدها. نعم. وهو ده اللي بتسعى قطر دلوقتي من خلال تكوين تحالفات او تكتلات سياسيه لتمارس دور
ذات نفوذ وذات قوه داخل مجلس الامن، واخرهم المناورات اللي عملتها مؤخرا مع تركيا، وان هي بتحاول على تقويه دعم علاقاتها العسكرية مع ايران. نعم. من القاهرة الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.